وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة. دكتور، بعد مساء الخير، اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اتخذت اليوم قرارات للتخفيف على المواطنين، منها عودة صلوات الجنازة في المساجد التي بها ساحات مكشوفة، لكن ما أهمية الالتزام الصارم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في هذا الصدد؟ مساء الخير عليك وعلى كل المصريين. خلينا نعترف اعتراف ان احنا لازم نقرا القرارات بصوره واضحه. القرارات كانت مشروطه بالالتزام بالاجراءات الاحترازيه. يعني الاجراءات تمت بعد دراسات كثيره. الدراسات دي كانت بتشوف نسبه العدوى ومعدل العدوى ومعدل انتشار العدوى. فكانت الموافقه كانت مشروطه بالمكان والالتزام، سواء كانت صلاة الجنازة كويس، سواء كانت في الأفراح، سواء كانت في التجمعات. اشترطت في الموافقة على وجود الأماكن المكشوفة والمفتوحة، سواء كانت في الأفراح أو في المساجد. واشترطت شرط أهم، هو الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية. ننبه إخواتنا المصريين لجزئية مهمة جدا، إن احنا ما زلنا في مرحلة هي مرحلة الحذر ومرحلة السيطرة ليس مرحلة الانتصار. طيب، هنا دعنا نتحدث عن أبرز الإجراءات التي تتبعها الدولة استعدادا لاحتمالية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، خصوصا أن هناك من يتحدثون أن هذه الموجة قد تكون أشرس من الموجة الأولى. خلينا نقول أن الدولة المصرية كدولة قوية، احنا في هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لم تغلق مستشفى عزل واحده رغم انخفاض اعداد الاصابات لاقل من 10% من اقصى عدد الاصابات. يعني احنا كان عندنا اكثر من 2000 اصابه او حوالي 2000 اصابه، كان عندنا 27 مستشفى عزل موجوده. احنا في هذه اللحظه 27 مستشفى عزل ومستشفيات الصدر ومستشفيات الحميات تعمل بكامل طاقتها وعلى هبه الاستعداد لحدوث اي زياده في الاعداد. دي واحده من الخطوات القويه اللي الدوله بتاخدها، بتبعت رساله ان قد ايه الدوله المصريه قويه، قد ايه اطمئنان المصريين ان لو حدث بلل احنا جاهزين. ما ننساش ان المستشفى الميداني اللي مفتوح بطاقه 4000 سرير وتم افتتاحه كويس، وده جاهز للاستخدام في اي وقت. دي برضه اجراء اخر متخذ وجاهز. التدريب المستمر كويس اللي بتقوم به وزاره الصحه المصريه كويس لكل اطبائها على ما هو جديد وكل ما هو جديد وعلى البروتوكولات العلاجيه، علشان يبقى كل اطبائنا على هبه الاستعداد العلمي. تطوير مستشفياتنا بالاشعاعات وبالتحاليل كويس، لو انت نزلت تلاقي كويس معظم المستشفيات دلوقتي اصبحت مجهزه على اكمل وجه، سواء من اجهزه الاشعه المقطعيه او التحاليل. يبقى المكان والطبيب والاجهزه اصبحوا جاهزين لا قدر الله لحدوث اي سيناريو. بالنسبه للبروتوكولات العلاجيه، تم تحديث البروتوكولات العلاجيه ولم يتم تطبيق هذه البروتوكولات، لان احنا لا يوجد احتياج للتطبيق، لكن البروتوكولات دي جاهزه في حدوث اي جائحه. محطوط كل السيناريوهات محطوطه، كل احتماليات، هل هيصيب الجهاز الهضمي، هل هيصيب. عموما نسال الله السلامه للجميع. الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنه العلميه لمواجهه فيروس كورونا بوزاره الصحه، شكرا جزيلا لك.